ستيلر هي شبكة لا مركزية مفتوحة المصدر لصرف العملات والأصول الأخرى. بتدعمها مؤسسة غير ربحية اسمها مؤسسة ستيلر للتنمية. العملة المستخدمة على شبكة ستيلر تعرف باسم اللومن. بتهدف ستيلر لتوفير خدمات مالية منخفضة التكاليف للأفراد حول العالم. عشان تحقق هذا الهدف أعلنت ستيلر إنها رح تتبرع ب 95% من عملتها المعروضة للأفراد والشركات والمؤسسات الغير ربحية. ستيلر كانت جزء من مشروع الريبل اللي أنشأها أحد مؤسسي الريبل، وكانت الفروق اللي بتميز ستيلر عن غيرها هي أهدافها غير الربحية وطريقة إدارة المشروع والفئة المستهدفة من المشاركين. بتوفر عملة اللومن إمكانية إجراء معاملات باستخدام عدد من العملات الرقمية المختلفة، بالإضافة لعملها كجسر لتمكين صرف عملتين ما في بينهم سوق مشترك، وهاي الخاصية تتحقق في حال وجود سوق فيه سيولة بين عملة اللومن والعملات الثانية.